بتحاولوا في الدراما ان انتوا تحسنوا صوره المراه، ومن خلال العمل ده عايزين تجيبوا حق المراه. ازاي تقعدي على الطشت تغسلي رجلين الراجل؟ ده حق المراه والرجل. انا مش شايفه ان دي عاده تنتهي، لا بالعكس، عاده تفضل موجوده، لان حتى في هذا المجتمع الحديث وحتى مع كل الحداثه والمدنيه اللي احنا عايشينها، وان الست بتشتغل احيانا زيها زي الراجل، مش احيانا طبعا معظم الوقت، علشان النهارده دخلها بيمثل ركن برضو في دعم البيت واقتصاد البيت، لكن ده مش معناه انها عشان بتشتغل وبتساعد في البيت ان ده ياخد من انوثتها، وده ياخد من كونها ست، وياخد من كونها زوجه، وياخد من كونها تدلل جوزها وتطبطب عليه، تطبطب كده، خلينا نقولها بالبلدي تطبطب. ولما يبقى في قصه حب واحترام وود ورحمه بين زوج وزوجته، زي العلاقه الحلوه اللي كنا شايفينها بينها وبين حرازي جوزها، وانه هو كمان بيحبها وبيودها، من حقه ان هو برضه يبين لها حبه زي ما كان بيعمل طول الوقت. انا شايفه ان دي حاجه ما تقللش من الست اطلاقا، سواء في اي مكان، في القاهره او في غير القاهره. مامتك في الصعيد كانت بتغسل لوالدك رجليه؟ هي امي ما كانتش من ما كانت صعيديه، بس يعني متربيه هنا وكبرانه هنا، وهي وابويا الله يرحمهم لاخر لحظه كانت بالنسبه يعني في مرضه الاخير، وهي كانت كبيره ومريضه برضو، انا كنت بشتغل، هو كان بيحب ينام في سريري لما بيبقى تعبان، فرجعت كان عندي مسرح، ورجعت بالليل لقيته يا حبيبي نايم، ولقيتها حاطه شالته كده على الارض جنب رجليه، وسانده راسها على السرير ونايمه، وهي كانت كبيره ومريضه هي كمان، فبقول لها يا اما قومي يا حبيبتي ليه عامله؟ قالت لي خفت يصحى ينده ما اسمعوش، وهي تعبانه اكتر منه. وكانوا كبار عواجيز، وكان في ايامهم الاخيره يعني، كانت بتدلل وعلى قد ما بتقدر، كانت بتحبه جدا جدا جدا. كان بيحصل بينهم خلافات كتير على فكره، زيهم زي اي زوجين. وحصلت بينهم خلافات كبيره، انما اعتقد وازعم انه هو فضل حبها الوحيد وهي فضلت حبه الوحيد.